انثى الافعى بالمعنى المقدس للكلمه، لانه التوراه دنست الافعى وجعلتها هي الكائن اللي الشيطان دخل فيه علشان يغوي ادم. طيب طول الوقت في وعينا المعاصر تحت تاثير الثقافه الدينيه بننظر الى الافعى باعتبارها حاجه سيئه جدا، وبننسى. وانا يمكن في بدايه كلامنا كنت بقول لك على المسافه الممتده ما بين صوره الشيء في الوعي وحرط الواقع. فاحنا لما نعرف انه 90% من الافاعي غير سام و100% من الافاعي لا تهاجم ابدا ابتداء، وانه الشكل المشهور للكوبرا المصريه لما ده للتهديد، وبعدين فكره انسلاخها من جلدها القديم، فكره انها كائن متوحد، فكره انها شعار كليوباترا ونفرتيتي وسميراميس وعشتار وايزيس الالهه المصريه القديمه، وفي واحده من اشهر الترانيم الدينيه في زمن ما قبل طبعا الاديان الثلاث، بتقول ايزيس الالهه يعني بحسب النص المكتوب: يوم افني كل ما خلقت تعود الارض محيطا بلا نهايه، وحدي انا سابقى واعود كما كنت دوما افعى، خفيه عن الافهام او عصيه عن الافهام. فهذه الصوره تم طمسها تماما مثلما تم طمس الجانب المقدس في الانثى لصالح طبعا تغيرات كتير كانت بتتم على المستويات الحضاريه والعسكريه والسياسيه والدينيه. نعم. وكل ده اشترك معا الى صياغه اطار لتدنيس المراه بعين ما تقدست به. الانثى الاولى تقدست في الازمنه القديمه بدم الحيض واصبحت مدنسه به. نعم. الانثى الاولى تقدست بفعل الولاده ثم صارت وعاء للاباء. ايه اللي حصل من هذا؟ حصل فقدان لجزء رئيس من الحضور الانساني. لان اصبحت الانثى بتعطي الصوره المطلوبه منها، بتعيد تصديرها للرجل، فتكون النتيجه ان الرجل بيفقد الجزء الحقيقي منها ويتعامل مع الجزء الجاهز للتصدير هو الوظيفي كانه او الادائي. خلاص، فهو عايزها بتربي الولاد وتاخد بالها من البيت ومش عارف ايه، ما كان يقدر يجيب شغاله. عايزها علشان الحاجات الفراشيه فممكن يتصرف باي طريقه. بس هو ما بيكلفش نفسه. المرأة الإنسان المغيبة بينها المسافتين بين الوعاء وبين المرأة اللعوبة اللي هو إيه يا دكتورة؟ اللي هو الجزء الأنثوي الكامن أو المطمور. حلو. اللي تم حجبه، فبالتالي ظل الأفعى هي دعوة لاستعادة هذا الشعب. نعم، مع أنك وقفت عند لحظة الميلاد التي تتحقق كما قلت بها أنوثة الأنثى على نحو لا مثيل له، والحية عندما كنت تصف هذه المفردة أو اشتقاقها، الحية هي روح الوحي الأنثوي الساري في النساء خافتا كالفحيح منذ فجر الوجود إلى يوم منتهى. ماذا أردت أن تقول؟ ماذا عن المرأة التي لم تلد يا يوسف زيدان؟ رح تلتقي بعد قليل.
نرجع إلى أعمالك المحققة والمؤلفة في التصوف، لكن قبل أن نغادر أرض الرواية، وخصوصا الرواية اليوم أصبحت يعني جنس شعبوي، يعني كما نقرأ هناك مأزق في المسرح، مأزق في الشعر، مأزق في، لكن لا يوجد مأزق في الرواية. الرواية اليوم تباع وهي أكثر مقروئية من الأجناس الأدبية. من هم الروائيون المصريون دكتور يوسف الذين تعتقد أن أدبهم يكشف عن علاقة قوية بالتراث فهو متقدم غير جمال الغيطاني؟ لا يعني مسألة تعريفنا إيه للتراث، هل هو اللي كان من 100 سنة مثلا فبنقول نجيب محفوظ، ولا هو اللي كان زمان خالص من عدة قرون وبالتالي نقول جمال ونقول محمد جبريل ونقول بعض المجتهدين من الجيل الأحدث؟ لا، كلمة التراث كلمة مطاطة جدا، واحيان في احيان كتير بتكون غير دقيقه او غير محدده الانطباق على شيء. نعم. وده من باب فوضى الفكر المعاصر، ان احنا لا نهتم بضبط دلاله المفردات، فبتكون النتيجه ان احنا بنتكلم احيانا عن حاجتين ثلاثه تحت مسمى واحد. نعم. ويمكن ده السبب اللي خلاني أو اللي دعاني الاهتمام بتتبع المفردات اليومية في كتاب كلمات اللي هو التقاط الألماس من كلام الناس، علشان أقف عند أو في محاولة لضبط الدلالة. فلما نيجي لكلمة التراث، يعني إيه تراث؟ طب ما عزازيل عمل تراثي كمفهوم، لا مش عمل تراث عشان بيتكلم عن الصراع الكنسي في القرن الخامس، لا عمل تراثي لانه بيعمل احياء للغه حي بن يقظان، وكمفهوم ايضا متحرك التراث هنا بالظبط مش جامد. نعم. اصل حضرتك دلوقتي اللغه اللي احنا بنتكلمها دي دلوقتي ما دي تراث، ال مفردات حياتنا اليوميه اكثر من 50% منها موروث. نعم. يعني جاي من فهو تراث. حتى نقترب من ذائقة دكتور يوسف زيدان في عالم الرواية، من هم الروائيون لنقل العرب الذين تعتبرهم أبرز اليوم إلى جانب الروائيين المصريين؟ أنا راح أعطيك ثلاث يعني أسماء روائية من كل منطقة جغرافيات من المغرب العربي، يعني بلا تبدأ إذا أعطوك ثلاث نصوص للطاهر بن جلون وسين الأعرج رشيد بوجدرة، من تختار أولا؟ على فكرة أنا أموت في برخيس، يعني ما عندي أيوة مشكلة معه، بس أنا أبي واحد من هالأسماء. لا أنا عندي إجابته برضه، أصله أنا مش دكتور بمن تبدأ؟ من أبدأ القراءة؟ بمن يقع تحت يدي؟ مش عايز تجاوب يعني. لا مش عايز أتحول إلى سلطة حكم، أنا والسلطة حكم ذائقتك دكتور، حتى نقترب من يوسف زيدان ذائقته وقراءاته، وعايزين نعرف احنا نحب يعني جميل. احنا عرفناك قرانا لك، بس عايزين نعرف ذوقك في القراءة جميل. كمان عايزة من حقنا ولا مو من حقنا؟ لا هقول لك طبعا ومشاهدين يعني من حق جدا ذوقي الروائي تحديدا مش شرط انه حكم، هذا ذوق. بيقف على قمته بورخيس، ثم جابرييل غارسيا ماركس، ثم الادباء الروس، ثم الادباء العرب، ثم العرب. مين العرب؟ اسماء كثيره الروايه اليوم ما شاء الله في انتاج غزير. عايز تعرفي مين اهم كاتب يعني من وجهه نظري؟ انا كنت مسهله لك الموضوع، حاطه لك من كل جغرافيا ثلاث اسماء. لا من غير هذه التسهيلات. النهارده الصبح وانا جاي في الطياره خطر في بالي مين اهم كاتب في مصر؟ رجعنا لمصر.